شنت المقاتلة السورية قصفا على مواقع تابعة للمعارضة في مدينة درعا بجنوبي البلاد. وقالت مصادر محلية إن القصف تزامن مع اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحي المعارضة بأحد أحياء المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. يأتي ذلك فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 شخصا في غارة جوية استهدفت قريتين عند الأطراف الشمالية من مدينة دير الزور.